بونجور، معكم مدام مها. أنا عم حلك انت هي الصفحة الثانية من أسئلة اختبار المعياري للغة الفرنسية للقبول بالأدب الفرنسي لعام دراسي 2020-2021 جامعة دمشق. حلينا الصفحة الأولى ووصلنا على الصفحة الثانية عند السؤال 31. Mettez en ordre, rettez la question suivante à ce qu'elle A. Allons, l'hôtel et l'apostrophe nous, هو سؤال. هلا انا بدون ما اطلع على الاجابات وقت بيجيني هيك سؤال بحله لوحدي وبعدين بشوف الخيارات. انا ممكن اقول nous allons à l'hôtel. Nous allons à l'hôtel, نروح على فندق وبعمله على أساس هادي انتوناسيون، نبرة صوتي سؤال، بس ممكن هيك وممكن أحطه بقلب الفعل عن الفاعل. قالوا نو الوتيل وبحط بين قالوا نو إشارة استفهام. أي واحد من هالاثنين هو صح. تشوف شو الخيارات، نو زالو الوتيل، لو كان ما حتين فاصلة كنت اخترت هاي. كيف دقوا نحن بعدين هيا نذهب إلى الفندق؟ لا، طالما فيه فاصلة فإذا بستبعد هاي. الوتيل قالوا نو على الوتيل بدنا نروح، و الوتيل نوزالو على الوتيل بدنا نروح. نوزالو نو قالوا نو على الوتيل أزبط شي هي قالوا نو على الوتيل. هل سنذهب إلى الفندق؟ أنا هاي اللي شايفتها صح. إذا كان غير هيك يعني وقت بكون في شغلة أنا بشك فيه، إنه هاي بقلكم إنه هاي ممكن يكون عندهم خيار تاني. المصحح أو اللي حط الأسئلة بجوز يكون في عنده خيار تاني. أنا شايفة هذا هو الأزبط. قالوا نو الوتيل، هل سنذهب إلى الفندق؟ لأنه بس يكون في قلب السؤال الفعل عن الفاعل بترجمه بهل، إذا ما في أداة تانية بيترجم بهل. قالوا نو الوتيل، والطريقة الثانية بهل هي nous allons à l'hôtel بس بدون فاصلة. 32. Je suis amoureuse d'un garçon. أنا بحب فتى. Qui ne m'aime pas du tout. ما بحبني أبدا. Donc, لذلك أنا شو بكون؟ شو بتكون حالتي إذا بحب حدا ما بحبني؟ Je suis très contente. بكون كتير سعيدة. ممكن إذا حدا قال لي الحس. Je suis malheureuse. بكون تعيسة. Je suis malheureuse. Je suis ravie. بكون منبهرة وكتير مبسوطة. Je suis heureuse. سعيدة. أكيد لا. Je suis malheureuse. أنا تعيسة. Quand j'étais au théâtre. لما بكون بالمسرح. لما كنت بالمسرح. J'ai assisté à. حضرت. واحد بروح على المسرح شو بيحضر؟ بيحضر فيلم؟ لا، بالسينما بيحضر فيلم، وإنما بالمسرح بيحضر مسرح. Au théâtre, théâtre. Une pièce de théâtre. بيحضر مسرح. Un dessin animé, رسوم متحركة؟ لا. Un mariage, بيحضر بالمسرح زواج؟ أكيد لا. 34. La température a chuté. الحرارة نزلت. Cette nuit, هالليلة. Les rues sont couvertes de neige. الطرقات تعبت بالثلج. قبل الفاصلة لعند هون أنا بوقف وبطلع على محتويات الجملة. في عندي فاعل وعندي فعل. أكوزد بسبب ما بتجي مع فاعل وفعل. غراس أ ما بتجي مع فاعل وفعل. مالغري هدول كلهم بيجي بعدهم مجموعة اسمية لأنه أحرف جر. بينما كم بما أن، بما أن الحرارة نزلت، طالما الحرارة نزلت بهالليلة الطرقات تعبت بالتلج. 35. إلى ميدي، حدا عم يسأل عن الساعة. ساعة إلى ميدي يعني الساعة 12 الظهر. شو رح يسألني؟ كيلور إتيل أو إلى كيلور، كم الساعة؟ إلى كيلور إلى ميدي. ما بقول إل في كيل تان شو طقس، بنقول له الظهر. ولا بقول بدك تطلع ايمت، بقول له الوقت الظهر. ولا بيسالني بيقول لي الاجتماع بقينا ساعه، بقول له
الوقت ظهرا، هي اللي ميدي يعني الساعة 12. الوقت ظهرا يعني هون ما بقدر بقول، يعني بجوز حدا يسألني يقول لي طب الاجتماع عم بيقولوا الاجتماع بأي ساعة؟ إذا كان بدي أجاوب على هالجواب بقول أميدي على الساعة 12، بس ما بقول الوقت الساعة 12، إلي ميدي يعني الوقت ظهرا. جيمي وعندي وراها الزمن، استغرقت كذا في قراءة لتخوا موسكتير الفرسان الثلاثة للكاتب ألكسندر دوما، سيت ان تري غرو ليفر، إنه كتاب ضخم. طب أنا استغرقت وقت طويل، جيمي لونتون، استغرقت وقت طويل. هلا ما بعرف إذا ممكن يختاروا أنوا أن تخوا موا، لا في ثلاثة أشهر ولا خلال، لا استغرقت بتاخذ فورا الكلمة الزمن فورا. فما بعرف إذا كان اللي حط الأسئلة فكرته أنه حط شهر، أنا بعرف أنه استغرقت طويلا في قراءة، يعني أخذت بمعنى أخذت وقت طويل لفي قراءة. 37 كارول ني با فينو على ريونيون، كارول ما اجت على الاجتماع. إلي تمالات، هي مريضة، يعني عطيت السبب. إذن ما أجت ليش؟ لأنه هي مريضة. دونك إذن هي ما أجت، إذن هي مريضة، لا جوزكم ما أجت، جوزكم نايمة أو تكون كسلانة. ما أجت على الاجتماع لكن هي مريضة، لا لذلك هي مريضة، لا باسكي لي مالاد، لأنها مريضة، لم تأتي لأنها مريضة. 38 Nous avons un meilleur bilan que l'année dernière. عنا السنة مخطط مشروع يعني أفضل، meilleur أفضل من العام الماضي. Nous avons هذا présent. يعني لازم أخذ هون indicateur de temps، indicateur temporel مؤشر زمني يتناسب مع présent هو هذا العام. L'année prochaine في العام المقبل، لا في العام المقبل لازم يكون عندي هون شيء بيدل على المستقبل. دون دو زان، خلال سنتين لازم يكون في عندي شيء بيدل على المستقبل. إليا تخوا موا، هذا شيء يتعلق في الماضي فلازم يكون عندي فعل بالماضي. بس هالسنة عنا مخطط أفضل من المخطط من السنة الماضية. ترانتنوف إلا في أشتي أون ميزون أون فرانس، هو اشترى منزل في فرنسا 5 سنين. إليا إذا أجد، هي يوجد، بس إذا أجد ورجع وراها الزمن بتدل على عمل حصل في الزمن وانتهى، انتهى ما هو مستمر. إذا هو اشترى بيت بفرنسا منذ يعني صار له 5 سنين. ما بقدر بقى أحط منذ لأنه دوبوي هي مستمر. إليا يعني انتهى، اشترى وخلص، اشترى وخلص من 5 سنين. إما اشتريته من 5 سنين. depuis فيها استمرارية أكثر، و pendant فيها استمرارية، و dans تعطيني للمستقبل. إذن هو اشترى البيت. إليا تعطيني فكرة زمن ماضي تم يعني فيني. 40 كي va à la chasse، اللي بيروح على الصيد. كفاية الحكمة، المثل هيك بيقول المثل، اللي بيروح على الصيد بضيع صفه، لا بير سابلاس، بضيع بيروح مكانه، بتقوم من مكانك، بضيع بتاخذ مكانك، بتكون قاعد بمطرح بتقوم، ما له حدا رح يحجز لك. فاللي بيروح على الصيد بيفقد مكانه، يعني اللي بيطلع من مكان بيفقده. بير سيدان، بضيع سنانه، بضيع راسه. هي احلى وحده. نجي هلا على نصوص الكتابية. ماري 40 ans، عمرها 40 سنة، فوندوز، بياعة في مخزن في باريس. قالت je me lève، انا بستيقظ، à 6h30، الساعة 6:30. je prépare le petit déjeuner، بحضر الفطور. mon mari زوجي part travailler، بروح على شغله، à 7h30، 7:30. il accompagne les enfants à l'école، بياخد الاولاد على المدرسة. مين؟ جوزة. je fais le ménage، بتعمل شغل البيت.
Je range la maison, برتب المنزل, puis ثم je prends une douche, بعمل حمام, et je me prépare, بحضر حالي. في كلمات ما بيجي عليها أسئلة لأنه بديهية. Le magasin est ouvert, المخزن مفتوح اللي بشتغل فيه يعني مفتوح من الساعة 9 de 9h à 12h et de 14h ومن التنتين à 19h للساعة 7 المساء. À midi et demi, ça tâche au nous, je déjeune à la maison, بتغدى بالبيت. زين هي بتتغدى بالبيت. مع avec mon mari et les enfants. مع جوزي ومع الأولاد. Mais chaque soir, لكن كل ليلة, كل ليلة, أنا كل يوم j'arrive tard, بوصل متأخرة. Mon mari prépare le dîner, وجوزة اللي بحضر العشاء. زين جوزة اللي بحضر العشاء. Aide les enfants, بيساعد الأولاد على عمل وظائفهم. هذه كلها مهام الزوج. ليش؟ لأنه هي بتيجي متأخرة chaque soir, كل يوم. Nous dînons, بنتعشى مع بعض. Ensemble, يعني بيستنوها. À 20h, الساعة 8, quand le journal télévisé, لما الأخبار المصورة commence, بتبدأ. Puis, ثم, les enfants, الأولاد vont se coucher, بيروحوا بيناموا. Avec mon mari ou Anna, ma zoji, nous restons devant la télé, mandal dame télévision, jusqu'à la fin du film. La fin du film. Nous devons la télévision le bain, mais il le film. Elle et à 23h, ou ça, bils aïe, wa, ou bissaha, idash, nous allons dormir, mourouh mennem. Hek haddadat nous autres de l'artigidi, l'asile, allez-y. 41. ماري عندها شغل ولا ما عندها؟ شو قالت؟ فاندوز بائعة. إذن ماري ان روتريت متقاعدة؟ لا. ادو ترافاي عندها شغل. اي او شوماج معطلة بطالة؟ لا. نو ترافاي با ما بتشتغل؟ لا. 42 لي زانفون دو ماري ولاد ماري فون ا ليكول بروحوا على المدرسة. Avec leur oncle, Maramoun Manzakar. Avec leur mère, Maramoun, là. Seul, la Wahdon, là. Avec leur père, Mawaldon. Là, nous, mon mari accompagne les enfants à l'école de l'Oulad, à la madrasi. Marie prend son déjeuner. Marie, peut-être, n'a pas de seul, la Wahdon, avec sa famille. Wena, allez, je déjeune à la maison avec mon mari et les enfants. Min hennen zoja ou l'oulad hennen a'elta. Ma jose, la ma jose ma l'oulad. Ma oulad, la fara ou liyam, ou ma a'elta, yani ma jose ou l'oulad. Marie arrive tout seul tard, met akhra al bait. Quelquefois ahyanan, parfois ahyanan, quelquefois بعض المرات yani. Tous les soirs et la nu'alu kel masa chaque soir leka chaque soir rarement nadiran la les enfants vont dormir l'oulad biruhu binamu l'oulad emat binamu بعد الساعة 8 قبل الساعة 10 بعد الساعة 11 على الساعة 11 نودينو نتعشى الساعة 8 ولما بيخلص تبدأ الأخبار المصورة الأولاد بيروحوا عنهم يعني وين الساعة 8 بعد الساعة 8 قبل الساعة 8 لا لأنه نحن بنتعشى مع بعض الساعة 8 هلا بس يتخلص الأخبار بس تبدأ الأخبار بيروح بيناموا يعني بعد الساعة 8 وين بعد الساعة 8 après 20h بعد الساعة 8 قبل الساعة 8 بكونوا عم بتعشوا وهي للأهل نروح على النص الثاني رسالة بون دي مارس 2011 Je suis heureux أنا ما شير جولييت عزيزتي جولييت أنا أورو الشخص اللي عم بعت له هو بيير ألا
عزيزة، je suis heureux. عزيزتي جولييت، أنا سعيد de confirmer إني أأكد لك إنه أهلي sont enfin d'accord. وافقوا. على شو وافقوا؟ il t'invite، عم يعزموكي، يعني الأهل عم يعزموا. إذا أول شيء هن وافقوا على العزيمة، عزموكي إليك. لمين؟ لجولييت. عزموكي يا جولييت dans notre résidence secondaire à Bourgogne، على بيتنا الثاني، مكان إقامتنا الثاني، يعني مو سكن حالي، في مدينة بورغوني pour les prochaines vacances، يعني بيت لاطلي. Si tu acceptes، إذا أنت موافقة، tu vas découvrir، راح تكتشفي cette belle région، هالمنطقة الجميلة. راح تكتشفي يعني أنت جاية لأول مرة، لأنه اللي بيجي تاني مرة ما بيكتشف. Apprécier la cuisine، راح تحبي كتير الطبخ البورغينيون تبع مدينة بورغوني. Notre gastronomie، طبخنا est très célèbre. Gastronomie، الأكل عندنا كتير مشهور. On va pouvoir، راح نقدر كمان faire des sorties، نطلع نزوهات، visiter une usine، نزور مطعم، et voir comment، ونشوف كيف on fabrique، بيصنعوا la fameuse moutarde de Dijon، الخردل المشهور بمدينة ديجون. Il ne faut pas oublier، ما لازم ننسى كمان les balades، النزوهات dans les rues، في شوارع الحي القديم، فيو كارتييه، في المدينة. ني لا بوسيبيليتي، ولا إمكانية دو ميو كونيتر ليستواغ، نتعرف على التاريخ جيدا. كار نو زافون بوكو دو مونيمون، لأنه في عنا آثار كتيرة. إذا هلا عم بيقول لها بالأخير جاتان لا ريبونس، عم بستنى جوابك افيك امباسيونس، بفارغ الصبر. اي اسبيغ، وبتمنى te revoir، اني اشوفك très bientôt، قريبا. انا عم بستنى جيتك، يعني انا كتير متحمس، بدي اشوفك انك تجي. هلا بيير ايت هورو، بيير مسرور، لانه بيير مسرور، لانه ليش؟ لانه الى بيت بورغوني، لانه عنده سكن في بورغوني. لا، لانه بحب لجولييت. لا، لانه سي بارون انفيتو جوليت، لانه وافقوا اخيرا على دعوه جوليت. الى انفيت سي زامي تو سي، لانه عزم كل اصدقائه، اكيد لا، لانه اهله افيرم كونفيرم انه هن ايل سون داكور، موافقين على عزيمته. جوليت فا رانكونتري بيير، راح تقابلو لبيير وين؟ دان سا ميزون اون فيل، في بيته اللي قاعد فيه هلا؟ لا، دان زون اوتيل، بالفندق؟ لا، dans un café، في المقهى؟ لا، dans sa maison de vacances، في بيته اللي بيروح عليه تاني، هذا résidence secondaire للvacances، للعطلة. Pierre espère، بيتمنى انه جوليت va accepter، توافق، que جوليت ترفض، que جوليت va lui écrire، تكتب له، que جوليت va l'oublier، تنسى، وصلنا للنسيان. لا، بيتمنى انه جوليت va accepter، انه تقبل تجي. عم يستنى جوابها avec impatience، بفارغ الصبر. جوليت va aller en Bourgogne، بدها تروح على بورغوني pour la première fois، للمرة الأولى. قبل ما أرى الجوابات البقاية بقول صح، ليش؟ لأنه قال لها tu vas découvrir، راح تكتشفي هالمنطقة هاي، يعني pour la première fois، pour la deuxième fois، troisième fois، dernière fois، الا زاد هذا اللي بتكون اخر مره. دون il ne faut pas، بتركيب لا يجب، مصدر فو، يعني بدنا مصدر فعل il faut. شو هو المصدر؟ foutre، يعني ما بهتم بهالشغله، لا يهتم، ما بيعنيني. falloir، falloir هو فعل يجب. falloir foutre، لا fousser، لا، اذا هي falloir، هو مصدر فعل verb il faut. إذن هاي خلصنا، منكون حل الأسئلة المعيارية، وكانت معكم مدام ماهو، يا رب يحالفكم الحظ وتنجحوا يا رب. كانت معكم مدام ماهو، بتقولكم au revoir، à la prochaine fois، باي باي.